أمطار وصلت إلى حد السيول في بعض المناطق في ظل موجة من الطقس غير المستقر الذي تتعرض له البلاد. وسط كل هذا أحاطت الأمطار أتوبيس طلاب إحدى المدارس الدولية بالتجمع الخامس أثناء رحلة داخل محمية وادي دجلة بالمعادي وفقا للبلاغ الذي جاء لشرطة نجدة القاهرة. وبناء عليه كان التحرك السريع من قيادات مديرية أمن القاهرة إلى المحمية لإنقاذ 21 طالبا بالمرحلة الإعدادية بعد أن أدت الأمطار إلى تعذر تحركهم. هنا نجحت قوات الحماية المدنية في استخراجهم سالمين دون إصابات بعد أن توغل رجال الشرطة لمسافة أكثر من 3 كيلومترات داخل المنطقة الجبلية الوعرة مع سقوط غزير للأمطار أدى إلى صعوبة التحرك، لكن الشرطة نجحت في تأمينهم وتوفير وسيلة انتقال مناسبة لهم وتسليمهم لذويهم. انتقلنا ودخلنا حوالي 6 كيلو لجوه أو 7 كيلو على رجلينا جوه لحد ما الحمد لله تمام انقذنا الناس اللي موجودين بمعاونه بقى الجهات الشرطيه اللي كانت موجوده معانا في المكان. كانت السيول محاصراهم وداخل الاتوبيس وتم استخراجهم من الاتوبيس، وكان العدد حوالي 25 طالب والمشرفين اللي موجودين معاهم، وتم الحمد لله انقاذهم من الاتوبيس لان كان حواليهم في مياه ورمال مبلوله وكان فيه غرز جامد جدا في المنطقه. مع وجود عدد من الأهالي الذين كانوا في حالة من القلق والترقب خوفا على أولادهم، التحرك يؤكد على الوجود الأمني على مدار الساعة برغم الطقس السيء مع تنسيق مع الجهات المعنية لإزالة تجمعات المياه بهدف تسيير الحركة المرورية ومنع التكدسات.